مرحبا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونتناول فيها آخر التطورات بشأن العملية العسكرية التركية، وأيضا الكونغرس الأمريكي والنظرة من بشار الأسد، وأخيرا تركيا واليونان تسخين مياه. أهلا من جديد. قالت مصادر محلية أن قوات النظام دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرة قسد بأرياف حلب والحسكة لدعمها ضد العملية العسكرية التركية المحتملة شمالي سوريا. في المقابل يجري الجيش الوطني مناورات عسكرية في ريف حلب مع الجيش التركي. طارق دعاس والتفاصيل ونعود للنقاش. على قطعة أخرى من هذه الجغرافيا المليئة بالعسكر تحتشد الجموع المدججة بالسلاح في إخطار مبطن من الدول الباحثة عن توازنات جديدة في ميدان السياسة والأمن على الأرض السورية، الأرض المحشوة بالأتباع المجندين بالوكالة لخدمة تلك الدول، والذين تشخص بنادقهم اليوم في انتظار الرصاصة الأولى التي ستغير معها شكل هذه الخريطة بعد ثبات هو الأطول شهدته خلال أكثر من عامين. خبطات أقدام الجنود المرتفعة على الحدود من الجانب التركي جاءت كرد على القوى الأخرى المتحصنة من الطرف الآخر، ليتحرك النظام وميليشيات إيران على الأرض باتجاه ريف حلب والحسكة دافعا بتعزيزات عسكرية إلى تل رفعت ومنبج لمساندة قسد في تلك المناطق في سيناريو مكرر عمل به في معارك سابقة انتزع خلالها النظام السيطرة على بعض المناطق من قسد، في حين صرح رأس النظام بأن مقاومة شعبية وربما صداما مباشرا بانتظار أي تحرك تركي في تلك المناطق. روسيا التي تلعب على كل الحبال تقف سياسيا مع أنقرة، وعلى الأرض ترافق طائراتها المروحية دوريات قسد في القامشل وتل رفعت من دون الإفصاح عن نيتها الحقيقية تجاه هذه التحركات، في حين ترفض أمريكا علنياً أي مناوشات قد تؤدي إلى تغيير الوضع الراهن، فكيف ستسير تركيا في هذا الحقل المليء بالألغام؟ وهل عاد النزاع السوري إلى حسابات الدول الباحثة عن توازنات جديدة؟ حول هذا الموضوع معنا دكتور رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مباشرة من واشنطن، ومعنا العقيد أديب علاوي المحلل العسكري من أنطاكيا. أبدأ مع العقيد أديب. إذا اليوم أردوغان بشكل واضح يقول بأن تركيا لن تسمح بإقامة ممرات الإرهابيين على حدودها الجنوبية، في إشارة إلى العملية العسكرية المرتقبة. جميع ما يقال على الأرض، جميع المصادر تشير إلى جهوزية كاملة للقوات التركية وأيضا للجيش الوطني. متى ساعة الصفر برأيك؟ مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين وتحية للضيوف. يعني حقيقة هذا الموضوع ساعة الصفر لا يمكن أن يتفاهم به أحد، هذا الموضوع يبقى سري من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث المحاور التي ستقوم بها. يعني هناك غرفة عمليات، هناك تنسيق يعني بين الجيش الوطني وبين الجيش التركي. هذه العملية لا يمكن تحديد ساعة صفرها إلا من خلال يعني الموضوع سري إلا من خلال القيادة الرئيسية لغرفة العمليات. وبالتالي أنا أقول أن أصبح الآن التنسيق بين الجيش التركي وبين فصائل الجيش الوطني الموجودة في المنطقة أصبحت على أتم التوقيع، وأصبحت طبقة من بدء العملية. لكن بدء العملية يحتاج إلى ظروف هي مناسبة، يحتاج إلى عزم الأمريكي. إني أقول أن الآن تحشد وتهدد لتحشد كما كانت حدود الحرب. يعني حتى هناك الحقيقة تفاوضات تركيا وبين روسيا، وزير الخارجيه الروسي موجود في انقره، التفاهمات كثيره، لا ندري ما اسفرت هذه التفاهمات، لكن اعتقد ان تركيا مصره ضمن هذه التفاهمات على ان يكون هناك يمكن ان تكون واسعه من هذا المحور، ويمكن ان تكون خلال محور يعني ممكن تل رفعت وعين العرب، ممكن تكون تل رفعت ومنبه.
سنعود لك عقيد أديب. يبدو أن هناك مشكلة بالصوت الآن. أرحب بالصحفي محمد مستوى مباشرة معي في الاستوديو. أهلا بك سيد محمد. سيد محمد، إذا يبدو بعد أن كثرت التحليلات الأسبوع الفائت والفترة الفائتة بخصوص عملية عسكرية تركية فعلية أم أنها مجرد تهديدات، اليوم الجميع يتحدث عن عملية عسكرية قائمة، لكن يبدو أن السؤال الذي يشغل الجميع متى وأين؟ نعم، هو منذ تحدث أردوغان آخر مرة تبينت الصورة تماما، هناك عملية عسكرية مرتقبة وحددها أردوغان بمنطقتين هي تل رفعت ومنبج. العملية الآن بعد زيارة لافروف أعتقد إلى أنقرة، أعتقد أن العملية باتت قريبة جدا ولن تأخذ وقتا طويلا. هذه أمور بقي الآن، أعتقد أن قرار العملية تم اتخاذه. ما يجري الآن هو تحضيرات عسكرية لوجستية لتنفيذ هذه العملية. عقيد أديب، التحضيرات اللوجستية هل هي جاهزة برأيك وسط كل الأخبار التي تتحدث عن تعزيزات عسكرية في المنطقة؟ أعتقد أنها يعني هناك جاهزية كبيرة، إن كان لدى الجيش التركي وإن كان لدى الجيش الوطني، ولكن موضوع التنسيق الذي نلاحظه منذ أيام، هناك يعني رفع للجاهزية في مناطق الجيش الوطني وهناك تنسيق بين الجيش الوطني وبين الأخوة الأتراك. لكن انا اعتقد ان العمليه خلال ايام بسيطه لم تقف بهذا الا اذا كانت عمليه قصيره جدا، وخاصه ان المرحله الان مرحله حصاد. لا اعتقد ان هي عازمه الان خلال الايام القليله، يمكن ان يكون هناك فتره اطول حتى يتم قيام من حصاد الموسم، خاصه ان نعلم ان هناك اسئله كبيره، ولكن تخذ القرار في العمليه وحجمها. إذا أنت لا تعتقد بأن العملية العسكرية التركية ستكون في الفترة المقبلة، في الأيام القليلة المقبلة، لماذا دكتور رضوان زيادة؟ هل ما زال المناخ السياسي المحيط بهذه العملية، الموافقة الأمريكية، الموافقة الروسية، هل ما زالتا ضبابيتان أمام تركيا بالنظر إلى تصريحات أمريكية حديثة بأن الأمريكان يبدو أنهم متفهمون للعملية، تركيا لن تتراجع عن عمليتها العسكرية حسب باربارا ليف؟ دكتور رضوان، ذات السؤال سيد مستو، المناخ السياسي الآن بحسب أنقرة هل هو جاهز؟ يبدو أن أنقرة تنتظر المناخ المواتي تماما، هل هذه الظروف لم تتوفر حتى الآن؟ أعتقد أن الظروف توفرت الآن بعد زيارة لافروف، كانت الأجواء إيجابية جدا، وتصريحات لافروف في بخصوص حق تركيا للتصدي للتنظيمات الإرهابية كانت واضحة. أعتقد أن المناخ السياسي مهيأ الآن كما أسلفت. الآن ما تبقى هو التحضيرات اللوجستية، التخطيط العملية والتجهيز لها من كافة الجوانب للبدء بها، وأرجح أن تكون أن لا يطول الأمر، يعني ربما أعتقد أيام، إن لم تكن مسألة أيام فهي مسألة أسابيع أعتقد. طيب، لا أكثر. يعني في الحديث عن الموقف السياسي دعنا نفصل الأمر قبل أن نتحدث بالتفصيل عن الموقف الأمريكي لعلي أتحدث به مع دكتور رضوان. الموقف الروسي، يعني تصريحات لافروف الأخيرة كان يبدو فيها شبه توافق عالي بين أنقرة وبين موسكو حيال هذه العملية، هل فعلا موسكو تعطي الضوء الأخضر لتركيا بإجراء هذه العملية وسط تواجد عسكري أيضا؟ نعم، أعتقد أن روسيا، هناك أنباء يتم تداولها الآن أن روسيا ضغطت على قسد لكي تسلم تلك المناطق للنظام، ليس فقط مناطق تل رفعت أو ومنبج، إنما بقية المناطق شرق الفرات، أن تسلم تلك المناطق إلى النظام وتندمج قسد ضمن الجيش السوري. طبعا هذه الاقتراح الروسي تم رفضه من قبل قسد، لذلك يعني كانت مثل محاولة أخيرة من روسيا لمنع عملية تركية إلى المنطقة بعد هذا الرفض. ونضيف إلى ذلك الأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة لافروف إلى أنقرة. صحيح. كل هذه الأمور تشير إلى أن روسيا الآن تقبلت العملية على الأقل، يعني وهي لم تكن تعطي الضوء الأخضر، إنما تقبلت ولن تمنعها. طيب. ولن تتدخل بشكل يمنع هذه العملية من السير كما هو مخطط له. هذا التقبل يشير إلى ربما مساومة سياسية مقبلة بين أنقرة وموسكو، أم أن هذا التقبل الذي يبدو هو ضغط كما أشرت في البداية على قسد، مجرد ضغط
لكن على الأرض ربما روسيا ستتحرك نجدة قسد مثلا. طبعا أول شيء أستبعد جدا أن تتحرك روسيا لنجدة قسد للأسباب التي ذكرتها. الأمر الثاني كل شيء بين الدول هو عبارة عن مساومات ومفاوضات والأمور تتداخل، يعني لا نستبعد أن نكون الجانب أزمة أوكرانيا لها دور في هذا القرار، أمور أخرى، تفاهمات أخرى، كل شيء هذا حق طبيعي للدول، وتركيا مثل بقية الدول تفاوض وتساوم وتحقق ما ترغب إليه. طيب هذا بشأن موسكو، ماذا عن واشنطن دكتور رضوان؟ يعني باربارا ليف نائبة مستشار وزارة الخارجية الأمريكية تشير بأن واشنطن بذلت ما في وسعها من أجل ثني الأتراك عن هذه العملية العسكرية، لكن الأمريكان يتفهمون الموقف التركي. دلالات هذا التصريح ما الذي يعني؟ هو بكل وضوح يعني ضوء أخضر بالنسبة لتركيا تقوم بالعملية، ويكون هناك ما أو تدخل من الطرف الأمريكي. النقطة المهمة التي يجب الإشارة إليها هنا أن هي الآن حصلت على الموافقة الروسية من خلال زيارة لافروف إلى أنقرة، والرد الإيجابي بأن روسيا تتفهم تركيا في أي عملية عسكرية ضد المنظمات الإرهابية. بقي الموقف الأمريكي غامضاً، لكن مع تصريح مساعدة وزير الخارجية الأمريكية أننا قمنا بكل ما نستطيع، ولكن بشكل أو بآخر ربما نستطيع منع تركيا من القيام بالعملية العسكرية. طيب. المشكل الوحيد هنا هو حجم التنسيق العسكري بين تركيا وبين الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة لديها وجود عسكري في بعض المناطق التي ترغب تركيا في تقريبا في دخول إليها مثل رفعت ومنبج، وبالتالي يجب أن يكون هناك تقريبا ليس فقط ضوء أخضر أمريكي وإنما تفاهم أمريكي كامل من أجل سحب القوات الأمريكية في هذا الإطار. لكن يعني مقابل تصريحات باربارا ليف هناك أيضا تصريحات لدانا سترول نائبة مستشار سياسات الشرق الأوسط بوزارة الدفاع التي لم تخفي فيها قلق واشنطن من هذه العملية العسكرية التركية المقبلة، وحديث عن يعني بذل ما في وسع واشنطن من أجل ثني أنقرة عن هذه العملية. هذا ألا يشير ربما إلى إمكانية أن تلوح بالأفق تسوية سياسية ثمن أمريكي تعطيه واشنطن لأنقرة ربما يحدث في اللحظات الأخيرة ويثني أنقرة عن هذه العملية العسكرية؟ من المؤكد أنه هذا هو الموقف الأمريكي الرسمي. لوزير الخارجية الأمريكي قال في مؤتمر صحفي أنه لا نرغب بالعملية العسكرية ونشجع تركيا على عدم القيام بها، لكن الإشارات المختلفة من وزارة الدفاع وزارة خارجية ربما شجعت تركيا إلى، ولذلك أعتقد أن العملية العسكرية رغم أنه أعلن عنها الرئيس التركي أردوغان لكنها لم تبدأ على أرض الواقع إلى الآن حتى الحصول على هذه التفاهمات الأمريكية التركية بشكل كامل. أعتقد أن الملف السوري أو ملف العملية العسكرية في تركيا كان ثمرة للجهود التركية في أوكرانيا، الوساطة التركية فيما يتعلق بفتح الممرات للحبوب الأوكرانية، وهذا بالنسبة للولايات المتحدة يحتل أولوية. بالتالي الانتظار الذي تشير له دكتور رضوان متعلق بملفات إقليمية ودولية، تحديدا الغزو الروسي لأوكرانيا وإمكانية التفاهمات التركية الأمريكية بهذا الشأن؟ بكل تأكيد، ولذلك يمكن القول أنه قسد راح الضحية تقريبا التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا والحملة الأمريكية لدور تركي فاعل في هذا الإطار. طيب. تركيا يعني أمسكت العصا من المنتصف، دعمت أوكرانيا بالمسيرات العسكرية والتي تقريبا آذت الجيش الروسي بشكل كبير، وبنفس الوقت تضاعفت المفاوضات عالية المستوى بين وزير خارجية أوكرانيا وبين الوزير الخارجية الروسي، لكن التصميم الروسي على استمرار الحرب في أوكرانيا يجعل الدور التركي أكثر محورية في هذا الإطار، لأن الحرب الروسية على أوكرانيا أصبحت لديها تداعيات دولية وليس فقط صحيح. على المستوى الإقليمي. طيب. على مستوى إمدادات الغذاء في العالم،
وعلى مستوى ايضا الدبلوماسي داخل الجمعيه العامه المتحده للاسلام. طيب عقيد أديب، إذا الولايات المتحدة الأمريكية لن تعرقل العملية التركية المحتملة عسكريا، وقصد راحت ضحية الغزو الروسي لأوكرانيا حسب دكتور رضوان زيادة وحسب ما تشير له التطورات عالميا ودوليا، لكن هناك تحركات عسكرية لا يمكن إخفالها. النظام يعزز من قواته العسكرية على مناطق التماس. مظلوم عبدي في الأمس أوصل رسائل للجميع، استجد الجميع، أبرز من استجداهم النظام، وطالب النظام بأن يدافع عن هذه الأراضي السورية التي سماها. بالتالي يعني عسكريا من الناحية العسكرية، هذه التعزيزات العسكرية للنظام ما الذي يمكن أن تفضي إليه؟ يعني دعيني أقول نقطة هامة، أن يعني حقيقة روسيا هي التي تلعب على الحدين، يعني بمعنى آخر هذه المنطقة وخاصة منطقة رفح وعين العرب ومن بين هي موجود قصد فيها هو تحت ظل العلم الروسي، وبالتالي روسيا هي الداعمة في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك النظام لا يمكن أن يعزز هذه المناطق إلا بضوء أخضر روسي، لأن روسيا الآن في سوريا ليست احتلالا فقط ولكن هي التي تمتلك الحقيقة بيدها موضوع سلم الحرب بيد الروس، وبالتالي لا يمكن أن تتم تحريف أي جندي الا من خلال حقيقه بتفوز. ولذلك روسيا هي التي يعني اوعزت يعني الى اسد بان تاسس مع النظام، وبالتالي تم رفع علم النظام رفعت، وهذا ما شاهدناه يعني منذ ايام. بالاضافه الى ذلك هناك دعم ايضا من يعني بشكل اخر، وخاصه بعد ان كان هناك سفن من الطائرة انتقلت من عمان الى مطار قمشلي دعما للتصدي للعملية هي وجيش بطني. وبالتالي انا اقول ان روسيا الان وهي التي تحاول ان 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 يعني تحاول من جهه ان تكون هي يعني قريبه من تركيا في حاجات نحن نعلمها ان تركيا هي وحدها اضافه الى منها الطيران الى إذا التعزيزات العسكرية من قبل النظام لمنغ ومنبج وتل رفعت سيد مستو هي أداة روسية من أجل الضغط على تركيا أولا، لكن تركيا في هذا الجانب هل يمكن أن تقبل في حال تمت أي تفاهمات بالمستقبل؟ هل يمكن أن تقبل بوجود النظام في هذه المناطق التي تعتبرها أمن قومي؟ قطعا لا. أولا فلنعد قليلا إلى الوراء في عملية غصن الزيتون، فعلا النظام نفس الشيء أرسل بحشود إلى حدود عفرين، وبالنتيجة الأمر لم يكن مقنعا لا لتركيا ولا لغير تركيا بأن النظام سيحل بدل قسد في المنطقة. الأمر الثاني، هناك قناعة لدى تركيا أن أي استلام من النظام بدون قتال في يعني ان تنسحب قسد من المنطقه وتسلمها هذا امر غير حقيقي، وجرب في المرات السابقه ولم يحدث، انما سيكون تمثيليه يعني لا اكثر، يعني لا قسد ستسلم النظام ولا النظام سيستلم، وتركيا لن تقتنع ان مهما ارسل النظام من حشود واظهر تواجد عسكري في تلك في المناطق المستهدفه في العمليه العسكريه التركيه المرتقبه، فتركيا لن تقتنع بهذا الشيء ولن يوقف. لكن يبدو أن النظام يعني في الأمس مقابلة رئيس النظام بشار الأسد تحدى الجيش التركي وقال أن النظام أن قوات النظام ستفعل ما بوسعها من أجل مواجهة الجيش التركي في المناطق. أولا بشار الأسد ليس صاحب قرار، إنما صاحب القرار هو روسيا، عندما سيدخل جيش النظام في حرب مع تركيا وحينها يجب أن تكون هناك موافقة روسية، وإلا فالنظام ليس قادر أن يحارب حتى فصيل لوحده بدون روسيا. الأمر الثاني كما ذكرت لن يكون هناك تسليم، وإذا
منقسد إلى النظام، وإذا حدث أي تسليم فإنما هذا سيكون شكلي، وهذا تركيا تدركه وتعرفه بشكل جيد جدا، ولن تقف عنده يعني، ولن يمنع ذلك عملية عسكرية تركية في المناطق المستهدفة. طيب دكتور رضوان، يعني أنا أريد أن أركز على هذه النقطة، مسألة التعزيزات العسكرية من قبل النظام وإمكانية تحرك النظام من دون ضوء أخضر روسي أو بوجود هذا الضوء الروسي. هل فعليا اليوم الظرف داخل سوريا والظرف الدولي والخيبات الروسية، دعني أقول، أو عدم الانتصار التام في أوكرانيا للجيش الروسي، هل يمكن فعلا أن يعطي هامش أو مساحة للنظام لأن يتحرك بهذا الظرف الذي تهدد فيه تركيا بعملية عسكرية مقبلة، خصوصا وأن مظلوم عبدي طلب بشكل واضح أن يتدخل منظومة الدفاع الجوي لدى النظام؟ إلى أي درجة يمكن فعلا أن يتحرك النظام الآن من دون روسيا؟ يعني هي تحركات عسكرية تدعو للسخرية والضحك تماما، مثل الذي نظام الذي رفعت وظهرت صور كيف أن هذا العمل مشقق وكل لون تقريبا يبحر في مكان. النظام منذ اليوم الأول للثورة السورية أدرك تماما مع انهيار الجيش نهاية عام 2011 أن الاستراتيجية الوحيدة لبقائه في الحكم هو عدم نقل الحرب إلى حرب إقليمية. وبالتالي بالرغم من كل الصفعات التي تلقاها على كل على خديه من قبل إسرائيل، من قبل السعودية، أو من قبل تركيا، أو من قبل الولايات المتحدة، أو كل دولة تدخلت على الأراضي السورية، لم يرد النظام ولا بطلقة واحدة. إنه يعرف تماما أي حرب إقليمية سوف ينسحق تماما، ولذلك يستطيع النظام يعني أن يستخدم الإعلام وأن يظهر أسد ويقول كل هذه الكلام كما يقال باللغة العامية، يعني الحكي ليس عليه جمره. لكن هل يستطيع أي جندي سوري أن يطلق، يتبع لنظام الأسد، أن يطلق النار على جنود الأتراك أو إذا قررت تركيا القيام بالعملية العسكرية؟ سوف يترك تماما تبعات ذلك على المستوى الإقليمي في دخول حرب عسكرية مع تركيا. ولذلك أعتقد أن التصريحات التي قام بها أيضا مظلوم عبدي كرهت السوريين أكثر وأكثر بقسد، وكذبت كل التصريحات التي سبقتها أن قسد هي جزء من الثورة السورية وأنها لا تريد أن تتحالف مع النظام، وأظهرت بشكل ثابت وواضح أن قسد هي عبارة عن منظمة إثنية إقليمية لا لديها أهدافها الخاصة، لا يهمها مصلحة الشعب السوري ولا يهمها الثورة السورية، هي تريد فقط حكم ذاتي ولو حتى على متر مربع واحد كي تقول أن هذه غرب كردستان أو غيرها من التسمية التي أطلقتها عام 2014 وحتى اليوم على مناطق مختلفة في شمال سوريا. دكتور رضوان، لكن يعني في الجهة المقابلة، إذا كان النظام يدرك ذلك أن أي مواجهة أو أي تدخل مع الأتراك سيكلفه ثمنا باهظا، لكن إذا كان الوضع القائم سيحتمل ربما انسحاب قسد، وجود النظام بدل قسد، الأتراك كيف يمكن أن يتعاملون مع هذا الوجود للنظام على حدود التماس؟ هذا يعتمد تماما على أولا الموقف الروسي. هل الروسي سوف يسمح للأتراك بالتمدد والسيطرة على هذه المناطق؟ إذا ما أعطوا الروس الضوء الأخضر في هذا الإطار لن يقف بذلك، سواء كانت هذه القوات قسد أم قوات للنظام. والضوء الثاني هو ما هي الخطوة المقبلة بالنسبة لتركيا، بمعنى أنه إذا تريد السيطرة العسكرية على هذه المناطق وطرد الأتراك، بما إذا أحضرت النظام وأصبحت على موازية للنظام، لا أعتقد أنها تحقق أهدافها السياسية والاستراتيجية. صحيح أن إسقاط نظام الأسد لم يعد أحد أهداف تركيا على الأقل المعلنة، لكن إلى الآن لا تركيا لا تجد جدوى في فتح قنوات سياسية أو استخباراتية مع النظام، وأنها على قناعة أنها تريد إنشاء منطقة آمنة تكون لديها السيطرة العسكرية والسياسية الكاملة مع حلفائها في المعارضة السورية والجيش الوطني. وبالتالي يعني وجود قوات من النظام قسد
لا يعتمد بذلك على نوعية هذه القوات، وإنما يعتمد بشكل أو بآخر على الضوء الأخضر الروسي. نعم، عقيد أديب، بحسب دكتور رضوان أن أي وجود للقوات تابعة للنظام في المناطق التي يعتبرها الأتراك أمنهم القومي لن يحقق الهدف التركي المرجو، لا سياسيا ولا استراتيجيا ولا حتى عسكريا. لكن الأتراك في أكثر من مناسبة عبروا عن أن هذا الوجود ليس لديهم فيه مشكلة، هل يمكن أن يكون أو أن ينسحب الأمر في هذه العملية أيضا؟ يعني كان هذا الكلام سابقا عندما كان النظام، يعني دعيني اقول اكثر يعني امساكا في مفاصل الجيش والدوله الى اخره، لكن الان النظام لم يعد ينبت اي شيء. بمعنى اخر، لو حصلت منذ 2011 2012 2013 المفاضله بين قسد وبين النظام لاختارت تركيا ان يكون على حقيقه النظام، يعني النظام لا يتجرا عليه اطلاقا باتجاه تركيا، وبالتالي هي تفهم كيف تنجم هذا النظام بشكل دقيق. اما الان وخاصه ان روسيا اصبحت تملك على قرار سلم الحرب، وايضا يعني ايران ايضا لها كثير من القرار، وخاصه ايران يعني دعني اقول ان الجيش انقسم بين الولاءات لروسيا والايران. يعني اذا كانت تصور اذا كانت روسيا لم يعني لم تستطع منع ايران من التواجد في قوات الجيش السوري الموجوده على إسرائيل، بمعنى آخر لم تمنع يعني إيران على الحدود، كيف يمكن أن تثق تركيا في روسيا الضامنة مثلا قوتها قوات في عين العرب ولا يكون هناك عناصر البي كي كي؟ بمعنى آخر أن البي كي كي للأسف أنا لا أسمع بشكل جيد عقيد أديب، لكن اسمح لي بالانتقال، وهذا سؤالي الأخير ربما مع سيد محمد. إذا يبدو أن التكلفة الباهظة ستدفعها قسد وستخرج من هذه الحسبة كما نقول في العامية بلوشي، لكن يعني هل فعلا الأمريكان يمكن أن يتخلوا عن هذا الحليف الاستراتيجي قسد، عن هذه العلاقة التي لطالما سوقوا أنها في سبيل محاربة داعش؟ ومظلوم عبدي في الأمس كان يرسل رسائل واضحة بأن هذه العملية إن حدثت وقسد إن انسحبت، هناك أكثر من 10,000 عنصر من داعش سيهددون المنطقة وستعود داعش مرة ثانية. ذريعة داعش دائما يستخدمها قسد في هذه الظروف. أما عن سؤالك حول تخلي أمريكا، أمريكا ستتخلى لكن بالتدريج، يعني ليس لم يكن مباشرة، بالتدريج. شهدنا كيف عملية نبع السلام، كيف انسحبت القوات الأمريكية من مناطق كبيرة واسعة تحت سيطرة قسد، وفي المستقبل تدريجيا ليس بشكل يعني مباشر. ما زال هناك دور ربما تلعب قسد في الفترة المقبلة. نعم، وخاصة الآن على المناطق الموجود فيها النفط والمناطق الشرقية، ما زالت أمريكا بحاجة إلى قسد نوعا ما في هذا الصدد. لكن الآن هي فترة الديمقراطيين كما تعرفين، بايدن ديمقراطي، لا بايدن يمكن أن لا يتخلى تماما، لكن إن تغيرت الأمور فيمكن أن يحدث التخلي في أي لحظة. أمريكا لن تضحي بعلاقات مع تركيا كدولة كبيرة وأقليمية وتتحول الآن إلى يعظم شأنها مع مرور الزمن من أجل تنظيم يعني. لكن هذا أيضا يشكك بالتصريحات وبالرواية الأمريكية الدائمة حول الدعم لقسد دكتور رضوان، وهذا ألا يؤثر بشكل أو بآخر حتى على الانتخابات المقبلة والرهان الذي يريد جو بايدن أن يلعبه في المستقبل داخليا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني تستطيع الإدارة تحاكي بأنها تتخلى عن دعم قسد، ما زالت قسد موجودة في بعض المناطق، ولكن خلي التدريجي بالأصل لم يكن هو ليس جزء من الخطة الاستراتيجية الأمريكية في محاربة داعش، وبالتالي يعني ثلاث مدن رئيسية مثل العرب ومنبج ورفعت لا يعني تخلي عن قسد. يعني أنا ربما أتنبأ بما تقوله الخارجية الأمريكية بشكل أو بآخر، وبالتالي يجب أن تعيد حساباتها بشكل أو بآخر. أن العلاقة الاستراتيجية العسكرية بين الولايات المتحدة وتركيا هي أهم بكثير، وأن قسد يجب بشكل أو بآخر أن تغير استراتيجيتها وأن تكون جزء من الثورة السورية بدل أن تخسر
على المستوى الشعبي بين الشعب السوري وعلى المستوى السياسي. لكن الآن حسم الأمر، لم يتبقى لديها وقت يعني بعد كل هذه الامتحانات الصعبة التي كانت أمامها والفرص ولم تثبت فيها أنها فعلا جزء من الثورة السورية. هذا صحيح، ولذلك كما يقال الإنجليزية يعني توليت، يعني أصبحت متأخر كثيرا حتى تستطيع أو تبرهن أنها جزء من الثورة السورية، ولا أعتقد أنها تستطيع الآن بعد أن تأخر بشكل كبير. دكتور رضوان زيادة، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كنت معنا من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. أشكر أيضا ضيفي في الاستوديو محمد مشتو الصحفي كان معي، وأشكر أيضا ضيفي العقيد أديب أعلاوي كان معنا أيضا في هذا المحور. مشاهدينا، هناك تسجيلات مصورة أظهرت رتلا لفصائل في الجيش الوطني يجوب مناطق عزاج وسجو بريف حلب الشمالي، في حين ذكر ناشطون أن تحرك الرتل يأتي في سياق التحضيرات للعملية العسكرية المحتملة ضد قسد. نتابع ثم نعود. مباشر يا شباب بن عزاز، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تقول المعطيات على الأرض إن القوات التركية أتمت الجاهزية الكاملة للعملية، وأنها عززت مواقعها في محاور مندج وتل رفعت وعين العرب ونبع السلام شرقي الفرات، كما أنها أطلقت مناورات عسكرية في المنطقة برفقة الجيش الوطني السوري. تقول وسائل إعلام تركية إن الطائرات المسيرة ستلعب دور الحسم في العملية العسكرية المقبلة، إضافة إلى قوات مشاة من الجيشين الوطني والتركي، وأن المدرعات باشرت بأخذ مواقعها بالفعل كما نشاهد. على الأرض أيضا، ووفق وسائل إعلام محلية، فإن روسيا بدأت بعملية إخلاء لمواقعها العسكرية من منطقة تل رفعت تحديدا، أنها أي موسكو سحبت الأمر ذاته إلى منطقة منبج شرقي حلب، وهذا يعتبر تكرارا لسيناريو معركة عفرين حين انسحبت القوات الروسية من قاعدة كفر جنة. وعلى ما يبدو فإن موسكو غير معارضة للتحرك التركي الجديد في الشمال السوري. أما أمريكا التي تمتلك قواعد وجنودا على الأرض كما نشاهد، فما زالت تصريحاتها السياسية تشير إلى رفض العملية التركية، لأنها لن تكون في مرمى القوات التركية، لأن محاول العملية ببساطة محاور العملية تتم في مناطق نفوذ روسية وتخلو من أي وجود للقوات الأمريكية. في المقابل، واشنطن اعتبرت أمس أن الأتراك لن يتراجعوا عن عمليتهم الجديدة، وهذا يوحي بأن عرقلة العملية أمريكيا لن يحدث. أما العنصر الرابع على الأرض فهو نظام الأسد، إذ يحاول نظام الأسد ملأ ما أفرغته قسد وروسيا من مواقع، وراح يرسل تعزيزات إلى منغ ومنبج وتل رفعت، ومحاولة الملء هذه تحدث في مناطق ساخنة غير معروف طبيعة التعامل التركي معها. هل سيقبل الأتراك مجددا بانتشار النظام في مناطق يعتبرونها أو في مناطق يعتبرونها ضرورة لأمنهم القومي، أم أنهم سيكونون أكثر حزما هذه المرة وأنهم لن يقبلوا بطرف ثالث في مناطقهم؟